يمكن تناولنا في الفقرة الأولى اللي شايفينه من وجهة نظرنا تقييم عادل جدا، لا قدرنا نجمل صورة قبيحة ولا عمرنا هنجمل صورة قبيحة، ودايما وأبدا تناولنا هنا بلا تطاول، ولكن البعض الآخر منهجه التطاول ومنهجه إن هو أي فوز مستحق بالنسبة لك يحاول إن هو يلصقه بتهمة، عشان كده مش هنقبل بده. يعني إحنا زي ما إحنا عندنا قدرة على إننا ننتقد النقد الذاتي ونوضح سلبياتنا عشان مصلحة الفريق، في ناس تانية حتى مع إيجابياتك بتحاول تصدر سلبيات عشان هدفها مش مصلحة الفريق، مصلحة المنافس. طبعا دائما وابدا اتكلمنا في القصص دي كتير، هناخد الجزء ده ويمكن هيتناول جزء اخر، ولكن الجزء ده متعلق بالبعض اللي بيحاول يصدر لك بقى صوره سلبيه وانت بتحقق الفوز. الكابتن رضا عبد العال كالعاده، واحنا هنا مش بنجيب القصه الحقيقه يعني اننا نرد على الكابتن رضا عبد العال، ولكن اننا نطرح على المجلس الاعلى للاعلام والمسؤولين عن الاعلام الرياضي، هل هيستمر الموقف بهذا الشكل؟ هل هيفضل طول الوقت طول الوقت في تارجت عند هذا البرنامج وهو ضد النادي الاهلي طول الوقت؟ محاوله التشكيك في النادي الاهلي هتفضل مستمره طول الوقت عمال على بطال؟ تعال نسمع كابتن رضا عبد العال قال ايه عشان عندنا تعقيب مهم جدا. انت لسه ما باش بس عشان ايه يا كابتن رضا؟ لا لا عشان نخش انت حضرتك دلوقتي بتقول انت النهارده كسبت لما عزيز السيد اتدخل وطرد الراجل، بس غير كده انت ما رحتش لجون. النادي الاهلي النهارده بيشكل، لا احنا قلنا على السيراميكا كان كويس ما لناش حاجه في الاخر يا كابتن، ما بقى بايه بتدخل حكم ما انت لسه قايل. لا يا لا لا سيب وجمهور رضا، هو الحكم الكابتن في الجونين كان ليه تدخل؟ لا ما انت فضلك الملعب، ما انت بص الفتره بتاعت الجون لما سيراميكا تعادل سيراميكا هيكسب، فهو لازم يعمل اي اوانطه عشان ان الاهلي يرجع تاني المباراه. بناء على كلامك كده يبقى احمد الغندور بنفس الكلام فضل ملعب. ايوه من كتر الضغط اللي عليه، وانت تيجي تقول لي يبقى في رجع، رجع ايه؟ ده في حكام لازم تقعد في البيت، ده النهارده عبد العزيز السيد يقعد في البيت، الماتش اللي فات ابراهيم نور الدين يقعد في البيت. ده رايي اتقال بعد ما سمع اراء خبراء التحكيم، لدرجه ان في خبير تحكيمي عمل معاه مداخله في نفس الحلقه وقال ان الطرد طرد مستحق، فيجي الكابتن رضا عبد العال ويمارس هوايته في انتقاده السلبي للنادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي، مهما حصل دايما وابدا هتلاقي عنده انتقاد سلبي. حققت الموسم اللي فات كل البطولات وهو مستمر في النقد السلبي للنادي الاهلي. انا عارف ان ده بيعمل مشاهدات، وعارف ان الشو ده بيخلي جزء من الاعلام المفترض ما يكونش متواجد على الساحه، انا فاهم ده كويس قوي، ولكن ان يتطرق الامر لفكره ان انت نجحت بمساعده تحكيميه في قرار انذار تاني، ما حسبليش ركله جزاء غير صحيحه، ما تغاضاش عن ركله جزاء صحيحه ضدي، لا ده انذار تاني مستحق، تم طرد اللاعب وقدر النادي الاهلي يستغل النقص العادي كطبيعه الحال ويسجل هدف في الوقت القاتل عن طريق محمد مجدي قفشه. بدل ما يطلع الكابتن رضا عبد العال يتكلم عن بعض الايجابيات اللي ممكن تحصل وبعض الايجابيات من انك قادر ان انت تفوز بالمباراه حتى لو انت مستواك مش في افضل حالاته، ويدي سيراميكا حقه ويدي النادي الاهلي حقه زي ما اي محلل عنده موضوعيه هيقول، لا هو مش رايح لده خالص. طب الخبير التحكيمي اللي دخل معاك وقال لك الطرد مستحق، لا 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 انت اكيد بتجامل النادي الاهلي. طب لو انت قلت رايي في البرنامج ان النادي الاهلي فوز مستحق، لا 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 انت اكيد انت تروح قناه النادي الاهلي، لا صعب قوي الحقيقه، صعب اللي بتقدم ده، صعب اي طرف مشارك فيه يجي قناه النادي الاهلي. فكان الرد واضح يا فارس من اراء خبراء التحكيم، واعتقد جاوبوا على كابتن رضا عبد العال. قبل خبراء التحكيم طبعا اكيد يعني هنستعرض ردهم، ولكن المنهج نفسه القصه لا تتعلق بلعبه، فهنجيب خبير يثبتها وبس. احنا ده بنعمله من منطلق ان احنا مش احنا اللي بنقول وجهات نظر، وما نتحولش الناس بتقول وجهات نظر يعني غير مستنده لاي ادله او غير مدعومه باي شيء احترافي زي ما رضا عبد العال بيعمل. ولكن فكره يا جماعه ان انا اطلع اقول فلان يقعد في البيت وفلان يقعد في البيت وابراهيم نور الدين اللي قبله يقعد في البيت وابراهيم السيد يقعد في البيت، طبعا انا شايف ان المشكله الاساسيه ان اللي المفروض يقعد في البيت هو اللي بيقول كده، يعني المفروض اساسا يقعد في البيت هو اللي بيطلع يقول كده،
وبيقدم المحتوى ده. وانا والله يا جماعه يعني عشان عندنا حلقه وكده حاولت اسمع، يعني حاولت اسمع الأمانة. كان السؤال لفريق العمل طبعا معانا رضا وشادي وغمري، وطبعا اكيد طبعا اسامه صديق في البرنامج، كان كلنا عندنا نفس التساؤل، هو احنا ايه اللي بنسمعه ده؟ يعني لا عارفين نطلع بمحتوى، ولا انت عارف تاخد راي، فتيجي هنا زي ما اسامه كان بيتكلم في الاول، او زي ما قال معانا رد الخبير التحكيمي، فانا اعرض لك راي خبير تحكيمي، وهنا بنتكلم في امور تتعلق بوجهات نظر وخلاص. لا، القصه مش كده. القصه ان انت قاعد تسمع خناقه وشو وفكره على طريقه الدبليو دبليو اي بالظبط، فكره هندخل وهروح ضربك بالكرسي وهتقع والدم هيجي وانت تطلع عشان تجيب الحزام، والله هي الفكره كده بالظبط. لا محتوى ولا كلام فني، اساءات وتطاول ضد بعض وضد الضيوف وضد كل حاجه. طب انت عشان تتكلم وتقدم رساله اعلاميه، يا بتيجي تقول راي، يا عندك مغالطه بتوضحها من خلال استناد لوجهه نظر موضوعيه، او استناد لفيديو، او استناد لمقال، او استناد لصوره. انما ايه فكره يا جماعه التطاول والاساءات والكلام ده؟ اعتقد ناس كتيره جدا بتسبقنا اعلاميا وبتاخد خطوات، لان هذا النوع من المحتوى انتهى من سنوات، انتهى من سنوات. فكره الحد اللي طالع يشتم في الناس ويسيء للناس، وزمايل على الهوا بيشتموا ببعض وبيسيئوا لبعض، يعني اعتقد ده هدف من الفقره لا يقل اهميه عن موضوع التحكيم. لان فيما يخص موضوع التحكيم ده، دايما احنا هنا عندنا منهج واضح ان بنرد باراء خبراء التحكيم عشان لا نتحول لصوره من غيرنا بيتكلم كلام مرسل. عشان كده فيما يخص سيراميكا كليوباترا والطرد لرجب نبيل نتيجة الإنذار الثاني، كان في رأي واضح لكابتن ياسر عبد الرؤوف اللي أكيد يعني مش منحاز للأهلي، فنسمع قال إيه. أول حالة عندنا هي مطالبة بلمسة يد داخل منطقة الجزاء، لا طبعا الإيد جوه الجسم، وبالتالي ما فيش مخالفة لمسة يد. حالة تانية عبد العزيز حقيقة كان بعيد، وحسب لمسة يد وكان مع إنذار الكتف في الكتف تمام، فما فيش دفع بالمعنى المفهوم، ولكن ده نوع من انواع الاحتكاكات. طيب هيؤدي لايه؟ هيؤدي لعدم اتزان لاعب فيهم. ياسر عايز يعمل ايه؟ الكره فوق تمام، هو عايز يقف عشان ايه؟ عشان ياخد الكره على رجله. نكمل ونبين الحركه، بس هو كان عايز يلعب برجليه. الكره للاسف ان هي نزلت على ايده تمام، وضع ايده مبرر بالنسبه لحركه جسمه في الحاله دي مع الاحتكاك ده، فلمسه اليد الحقيقه ملهاش وجود. ولكن اما وان عبد العزيز السيد احتسب لمسه يد تمام بالشكل ده، يا ريت نرجع بقى للكادر الرئيسي او للزاويه الرئيسيه ونشوف الوضع كان عامل ازاي. طيب يعني احنا شفناها في اللايف، كان ساعتها يبقى كده انذار غير مستحق؟ لا، ده هو لمسه اليد اساسا مش موجوده بالنسبه لي. يعني دي ما يتحسبش عليها ان هي لمسه يد، رقم واحد. رقم اثنين، نقف لحظه المخالفه هنلاقي ان اللعبه دي لو هي بتصفر على الحاله دي وبتحسب لمسه يد فكان في فرصه محققه، فكان لازم حكم الفار يستدعيه ويقول له ان دي فرصه محققه وتستاهل طرد. ولكن اساسا نتيجه الاحتكاك ده فما فيش مخالفه لمسه يد، فيرجع من المراجعه يستأنف باسقاط، لان ما فيش اي حاجه تستوجب ان هو يحسب عليها مخالفه. والحقيقه حالات كتير جدا، ورجب نبيل خد انذار تاني واتطرد، وكان طرد الحقيقه مستحق. الاعتراضات بس هي اللي كانت زياده شويه النهارده على عبد العزيز، ما قابلهاش بحسب. نتمنى ان هو الفتره اللي جايه ياخدوا 9 من 10 برضو ولا اقل؟ لا اقل، لان كمل الاختبارات اقل، وفي نفس الوقت برضو الاعتراضات الحقيقه انا مش راضي عنها بالنسبه لعبد العزيز النهارده. يعني اعتقد راي كابتن ياسر عبد الرؤوف ده الرد العملي على فكره الحاله التحكيميه، وكان الحكم اللي ما يظلمش الاهلي يقعد في البيت. انا شفت الرساله كده، وشفت فيه رساله ارهاب واساءه وتطاول وتهديد للحكام، ما شفتش كلمة منها أيام ما الأهلي فقد موسمين دوري بكل الأمور اللي لا تخيلوها في التحكيم، من روح البروتوكول، من فكرة أصل الحكم وحرارة الماتش وسخنة وساعة، من الاحتواء، من محمود عاشور ولعبة بيرسي تاو، من الفار اتشال عشان الناس كل اللي انتوا سمعتوه من هذا الهزل وقتها ومن هذه الفضائح والكوارث التحكيمية، والله ما افتكر فيديو واحد لرضا عبد العال كان وقتها بيتكلم على حكم من دول. انما لان الحكم بشهادة خبراء التحكيم بيديك قرار صحيح في اللعبة، يبقى لازم نرهبه، لازم نسيء ليه، لازم نضغطه، عشان هي القاعدة التحكيمية عند كتير من الناس وعلى رأسهم اللي بيتمتع بنفس أجندة رضا عبد العال،
ما لم تظلم الأهلي فأنت حكم لازم يتعامل عليك ضغط ويساء ليك، غير ما أنت تجامل الأهلي في حاجة. يعني يا جماعة يا ريته بيقول كده في لعبة صارخة، وأحيانا قد يحدث. ما أسامة الأهلي مش مثالي، يعني الأهلي هو مش هيطلب حد يجامله، بس أنا والله يا فارس عايزة تحدث عشان نريح الناس دي والله.